السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فصلى. حلقتنا اللي فاتت اتكلمنا عن متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة أو من أبسط متطلباتهم. كان معانا ومعاكم أستاذة فيروز، والنهاردة برضو أحب أرحب بيها. أهلا بحضرتك أستاذة فيروز. أهلا وسهلا. أستاذة فيروز، الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات كتير تخص الأطفال. النهاردة عايزين نتكلم عن بشكل أوضح، طبعا عايزين نتكلم عن أبسط متطلباتهم في البلد، مش هقول في الدنيا، لا في البلد. الاحتياجات اللي هم بيحتاجوها. احنا آخر الحلقة المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أهم متطلباتهم، وعايزة نكمل في أول ما حضرتك يعني تبدأي. مشكورة، وأنا بشكرك إنك قبلتي الدعوة لتاني مرة، وحابة بس إن احنا نوصل صوتنا لحد يكون عنده رحمة بالأطفال دي، لأن محتاجين إن احنا نلفت النظر ليهم شوية. اتفضلي حضرتك، عايزة أهم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأبنورمال بخصوص اللي هم في المركز، فأكيد حضرتك عارفة متطلباتهم إيه، من ناحية ان حضرتك ام لطفلين وبرضو معاكي اطفال في المركز، من الاطفال اللي هي محتاجه متطلباتهم ايه هي؟ بشكل عام الاطفال الاحتياجات الخاصه كل طفل بيحتاج حاجات معينه. يعني في اطفال ما شاء الله بعد ما بيتم تدريبهم بشكل علمي وكويس بنبتدي مرحله الدمج بقى. فاغلب المدارس ما بتقبلش دمج الاطفال، وكمان بيكون متأهل، يعني بيقدر ان هو يتكلم او بيقدر يعبر عن مشاعره، يعبر عن احتياجاته. كمان منهم ما شاء الله يعني في بيعرف يقرأ ويكتب. فأغلب المدارس بتتطلب اختبار ذكاء، وده بيظلم الطفل كتير لانه ما بيخاف ان هو يعمل الاختبار الذكاء، مش متعود على جو المدرسة. هو اصلا اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه هم عندهم نسبه ذكاء عاليه جدا، يمكن جداً. اكتر من الاطفال العاديين اللي هم النورمال، بس بيتهيألي الثقه اللي بيدوها في المكان او في اللي بيتعامل معاهم مش سهل ان هم يدالهم، فبيخافوا بيرهبوا الموضوع. ضروري المدارس توفر ليهم اخصائيين تربيه خاصه في المدرسه تمام للاطفال دي، واخصائيين صعوبات تعلم كمان علشان يقدروا يدمجوهم. اهالي كتيره قوي عندهم اطفالهم ما شاء الله تم تدريبهم، خصوصا عندنا في المركز التدخل المبكر، يعني يكون الطفل عمره 2 و3 سنوات بيجي، فبنشتغل معاه، بنشتغل معاه تخاطب وحركي وتأهيل اكاديمي لحد ما بنوصل بيه للمدرسة. فهنا بنلاقي صعوبة ان احنا يعني بعد ما اجتزنا مراحل كتيرة جدا من التقدم ان المدرسة ترفض دمجه ويفضل طول عمره في المركز. لا، احنا حابين ان هو بعد تأهيله يدخل مدارس، مش شرط يعني المدارس اللي بتقبله هي المدارس الغالية جدا. ولا احنا حابين مدارس الحكومة، المدارس العادية تقبلهم. طيب دي بالنسبة للدمج. بمناسبة تجربة حضرتك برضو لطفلين، وعذرين ان انا دايما اقول الكلمة دي، انا عارفة ان انت انسانة شجاعة وقوية مش احراج، لان هي مش حاجة يعني انا محرجة. فخورة بكده الحمد لله، وان شاء الله اكيد هيكونوا سبب سعادتك في الدنيا وفي الاخره، وان شاء الله يعني هيشفوا قريبا بامر الله. بالنسبه للمتطلبات اللي انا بقول لحضرتك عليها، حضرتك من ساعه ما نزلتي مصر، بالنسبه لابنك الكبير، مش حسين الولد اللي هو اللي كان معانا الحلقه اللي فاتت، لا الولد التاني اسمه خالد. خالد، ربنا يخليهم لك. بمناسبه ان هو سنه دراسي، هل تفعيل الحاجات الخاصة ليهم كمدارس أبداً. أو الحاجات دي أبداً. متوفرة أو سهلة؟ مش متوفرة أبداً. تجربتك معاها إيه يعني؟ كانت يعني إيه اللي صعبة عملتيه؟ جداً. المدرسة لو قبلته بتقبله مع شادو تيتشر، وده مكلف كمان جداً. بغض النظر عن التكلفة، إن كمان مفيش الوعي الثقافي للمعلمات في المدرسة في ان انا اترك ابني عندهم في المدرسه واطمن انا كولية امر. لكن في المراكز بيبقى في احتواء للطفل اكتر ومحافظه عليه اكتر، لكن المدرسه كبيره، فطبيعي انا بخاف على ابني ان انا اوديه مدرسه وهو مش عارفه ممكن يعمل ايه. فبيبقى بيكون لازم شادو تيتشر معاه، والشادو تيتشر تكون يعني راتبها عالي. أكيد. مش كل الأهالي هتقدر توفر لابنها عشان يدخل مدرسة دمج،
يعني التكلفة دي كتيرة. وفي اطفال من ده كتير يعني تقريبا. بمناسبه ان احنا فتحنا الموضوع ده، احنا طبعا الحلقه اللي فاتت لما جينا اتكلمنا على الاجزاء الخيريه اللي حضرتك بتعمليها في المركز، مش معنى كده ان المركز خيري تماما، لا يا جماعه، وفي نفس الوقت بيقدم جزء من المركز خيري، بس احنا ما طلبناش من حضراتكم. وانا بشكر جزيلا جدا الدكاتره اللي كلمتني، وبشكر الناس اللي كلمتني حابه ان هي تتبرع، بس للاسف استاذه فيروز ما بتقبلش يا جماعه تبرعات نهائي. لكن في الجزء الخيري اللي هو ايه، هي بتستضيف حالات من الحالات ديت، ما بتقدرش تقفل الباب قدام اولياء امور، لان هي عانت وجربت وهي قلب ام، تمام؟ فمعنى كده ان هي مش قافله باب التعامل الخيري اللي هو هيتم مثلا. وطبعا احنا الحمد لله عملناه الاسبوع اللي فات، بنوصل الدكتور بالحاله اللي هو عايز يتبنى معالجتها او يتكلف بتكلفه وجودها في المكان في المركز. وطبعا ده برده مش بيتم ان هو بيروح بيدي فلوس للاستاذه فيروز، لا، هو بيتكلف بالحاله مع ولي الامر نفسه، تمام؟ وبرضو انا حابه برضو اسمع على حضراتكم استاذه فيروز بالنسبه للجزء الخيري، انت ادرى واحده بيه واكتر حد تقدري تتكلمي عنه. طبعا اي مشروع اي انسان يعني بيعمله لابد ان هو يحط فيه جزء خيري في المكان عشان ربنا يبارك فيه على الاقل. بالظبط. لكن طبعا الجزء الخيري بيكون بليمت معين، تمام؟ طيب فأنا طبعا عندي لله الحمد حوالي 7 أطفال هم أيتام، وفي منهم كمان أطفال غير قادرين على غير الدفع، يعني حتى أبسط الأمور، يعني أبسط الأمور. بس حضرتك مش ملاحظة إن 7 أطفال مش أصلي العمل الخيري في الجانب ده؟ طبعا إحنا كلنا ربنا يجازيكي خير على ده، بس إن 7 أطفال مش حكاية إن هم هيبقوا شهر أو شهرين وهيمشوا، صعب ده هم هيقعدوا فترة في المكان. بالظبط. وأنت صعبة تبتدي مع طفل شهرين ثلاثة وترفضيه، أو مثلا تقولي له خلاص أنت انتظر شوية وبعدين نجيب غيرك. ما هو في أعداد كتيرة، ما هو كل يوم بيجيني اطفال. انا اليوم طيب جاتني طفله، معلش بدون قطع كلام حضرتك، لو يعني زي ما حصل الحمد لله المره اللي فاتت، لو في ناس حابه ان هي مش هنقول يا جماعه تتبرع، لا، لو حابه تتكلف بتكلفه بالحاله بيتواصلوا مع حضرتك وبتوصليهم للاهالي، يتواصل ولي الامر يتكفل بالحاله ويروح يزور الحاله في بيتهم ويتكفل بمتطلبات الحاله، مش متطلبات الحاله اللي هو شهري المركز. لا لا لا، التكفل كامل. انت في علاج دكتور مخ واعصاب، ده بيكون بمبلغ، في جلسات علاج طبيعي بتكون ده كمان بمبلغ، في حالات كمان شلل الدماغي دي محتاجه اجهزه معينه. طب انا وفرت بعض الاجهزه، لكن في اجهزه انا يعني عندي 3 حالات شلل دماغي هم ايتام، طب انا محتاجه للاطفال دي كراسي، من فين اجيبها يعني؟ انا بتمنى يعني انه من خلال البرنامج ان مستشفى القوات المسلحه اللي هي التاهيل اللي في العجوزه ان هي حتى توفر لي الكراسي دي حتى بسعر مخفض، يعني انا مش طالبه انه حاجه تبقى فري يعني. طب ما حضرتك ممكن تقدمي كشوفات بالحالات اللي عندك اللي هي الحالات الخيريه دي، اكيد لازم هيتخذوا الاجراءات دي. المواضيع يعني فيها تاخير وعرقله فوق ما تتخيلي حضرتك، موضوع صعب. انا عشان بعمل الاجراءات التراخيص في الوزاره، وزاره التضامن الاجتماعي، موضوع مرهق طبعا وصعب، وكل يوم انزل وسط البلد وارجع عشان بس اقدر اخلص تراخيص المكان بتاعي. اماكن كتيره فاتحه من غير ترخيص، طب انا برخص وبمشي يعني. كل اللي محتاجاه بس مسانده الدوله ودعمها. يا جماعه الاطفال دول الاحتياجات الخاصه دول مش فرد ولا اتنين، ده الافات كتير في البلد. ومش معقول انا كل طفل هيجي هقول له لا مش هينفع، لا هنقعد شهر وشهرين وبعدين هستلم طفل غيرك. في انا كمان عندي في المركز ما شاء الله عندي بنت المستشار وعندي بنت العامل، وده احتياجات خاصة ودي احتياجات طيب خاصة. بما اننا مفيش اختلاف، بما اننا بنتكلم على نقطة المركز وان مفيش اختلافات، بعد اذنك يا استاذ محمد عايزة الصور اللي مجهزينها. استاذه فيروز، طبعا انا يعني من ضمن الصور اللي احنا عرضناها المره اللي فاتت
في الحلقة اللي فاتت. أنا جبت برضو صور تاني من قلب المركز، بس يعني حابة أن أنا أوري المشاهد أن المركز مش اللي هو بمعنى أنه في حالات طبعاً كتير خيرية يبقى لأ صغير أو مثلا مش مهتم بالأطفال، لا انا حابه اقول المشاهد ده، وحابه برضو حضرتك هتعلقين على الصور ديت، وبرضو ممكن حضرتك تكمل لنا موضوع ان مفيش تفرقه ما بين اكيد طفل ابن مستشار او طفل ابن عامل. كما احب ان يعامل اولادي نعامل اولاد الناس، يعني حتى الحمد لله ربنا كرم بفريق عمل كلهم ما شاء الله عليهم، يعني ما شاء الله حابين الاطفال جدا وحابين الشغل معاهم، وغير كده حابين ان هم يجيبوا نتائج. طب احنا بعد ما نجيب النتيجه دي يا جماعه والمجهود اللي احنا بنعمله، اقل شيء ادمجوهم في المجتمع، ادمجوهم في المدارس، هو ده اللي احنا طالبينه. لا ده احنا بنخاطب الشؤون الاجتماعيه زي ما قلنا المره اللي فاتت، ادمجوا الاطفال دي حتى دمج جزئي، دمج جزئي يطبق ان الطفل يطلع من المركز عندي مع اخصائي موجود من مكان طيب ساعتين ويرجع. ده الفريق الفريق كامل في المركز صح؟ تمام. طيب وكلميني برضو على كل صورة كده سريعا يا استاذة فيروز. تمام. دي ادوات طبعا حاطين فيها، في ادوات من كل دي العاب للاطفال اللي هي النورمال ولا الاب نورمال؟ نورمال اب نورمال. دي ادوات تعليمية كاملة، يعني دي الوجبات، دي وجبات صحية، وكمان المسؤولة عن الاكل شيف يمنية. وده كان عيد ميلاد لطفل عندك في المركز؟ تمام. ده في ايه ده كان؟ فاني، يوم فاني طبعا اخر اليوم. هنا ده استاذ محمد تعديل سلوك الاطفال الكبار. لا الصورة دي مهمة جدا يا استاذة فيروز. هو يعني معنى كده ان طفل طفل بتشتغلوا معاه طبعا شغل فردي طبعا. كل طفل تختلف حالته عن التاني. ده عدنان احنا بنعلمه ازاي يقشر البرتقال. ليه معلش كلميني برضو في الحتة دي. حاجات بسيطة بس انه يقدر يعتمد على نفسه في ابسط الامور، يعني يعني هي مش مجرد ان انت خد قشر لنفسك او اكل نفسك، لا انت بتعلميه يعتمد على نفسه. تمام. غير برنامج الرعاية الذاتية طبعا وتدريب على كل شيء. تمام. كل حاجة. دول اطفال طبعا. هنا دي معلمة رياض الاطفال ميس شيري. ده اثناء اليوم الدراسي العادي. بتاخد بنديها حالات من عندنا دمج جزئي في المكان، لانه المركز قسمين، قسم رياض اطفال وقسم الاحتياجات الخاصه. تمام. فمعلمات رياض الاطفال عندنا مؤهلين في كيفيه التعامل مع الاطفال اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه لما يندمجوا في الصف مع الاطفال النورمال. تمام. ما هو الدمج كمان له اصول، بيبدا يعرف الطفل نفسه، يديله ثقه، يخليه يتعامل مع غيره، صح كده؟ اكيد طبعا. اكيد. ومش برضو مش كل الحالات بتندمج. يتم الدمج بعد التدريب. لما ندرب الطفل الاول فتره معينه وبعدين يتم تدريجه مع الاطفال النورمال. طيب استاذه فيروز بالنسبه لفريق المركز اللي احنا شفناه دلوقتي، بيكون لكل حالته لكل حاله المتخصص بتاعها، زي مثلا مريض توحد، مريض تخاطب، شلل دماغي، هل بيتم ان زي ما شفنا كده لكل طفل معالجته او تدريبه وبعد كده دمجه يدخل جوه الاطفال الاب نورمال، الاطفال النورمال سوري، يعني الاطفال النورمال، ويبدا تبداوا تعلموه او يعني عايزه اقول ايه، عايزه اقول ان يبدا يتعامل مع المجتمع. فهل انت يعني شايفه نتائج ظهرت على حسين، يعني بعيدا عن كمان الاطفال ظهرت على حسين؟ اولا حسين كان مصنف يعني اول ما تم التشخيص توحد شديد. تمام. وكانش فيه تواصل. فلانه دخلنا مبكر، التدخل المبكر هنا افاد حسين في ايه بقى، فانه ما شاء الله بقت التواصل اكتر من خلال الجلسات التواصل، والتخاطب بقى اكتر من خلال جلسات التخاطب. الدمج الجزئي اللي فادوا مع الاطفال الطبيعيين طبعا الدمج فادوا كتير كتير في ايه بقى، تقليد حركات الاطفال والكلام اللغه. الطفل مع الطفل بيستجيب اكتر من المعالج نفسه.
هو حسين يعني في حالته في البداية ما كانش بينطق خالص، ابدا. دلوقتي بدأ الحمد لله ان هو هو اساسا مش كانش بينطق، هو ما كانش بيشوفني، ما كانش بيشوف حد، ما كانش فيه اي كونتاكت، فيش تواصل، نيفر. تمام. فمع التدريب، لا ثواني، يعني هو ما كانش بيشوف ولا ما كانش بيلتفت ليكي؟ ما كانش لان في بينتبه، فرق. بينتبه يعني لما تنادي اسمه ما يردش، ما يلتفتش عليكي، مش عارف. هات ده، هات اي قوة حاجة، ما انتباهه بيقول، للشخص ما وهو فيش انتباه. بيكلمه ما فيش. دي تمام. اعراض امراض التوحد عامة. اغلبية الاطفال اول ما بتعرفي مريض التوحد بتعرفي ان هو عنده تشتت انتباه. ما كانش بيتعامل معاكي يعني، ما كنتش بتعرفي تتعاملي معايا. انا اسفه طبعا ان انا بتكلم في الحته دي، بس يعني حابه لا، نسمع من هو انا قلب ام لحقت قبل حسين ما بدري. نسمع. ليه بقى؟ لان انا عندي خبرة اكتر مع الطفل الكبير اللي هو الان عمره 10 سنين، فانا فهمته على طول من كان عمره سنة و7 شهور، فعرفت ان مفيش تواصل، مفيش كلام. ده بقى احنا بنعمل جلسات، يعني بنعمل ورش عمل ارشاد نفسي واسري للاهالي. طب انا معلش يعني، انا استاذ تامر بعد اذنك عايزه بس الفيديو بتاع حسين، كملي يا استاذ قبل ما يبقى معانا. بنعمل كل شهر في المركز ارشاد اسري للاهالي وللناس، توعية، كنوع من التوعية، علشان يفهموا، يعرفوا اولادهم وهم في سن صغير يقدروا ان هم يتدخلوا بسرعة. كل ما الام تدخلت بشكل اسرع مع طفلها بيجيب يعني نتيجة أسرع أكيد. بتعالج طفلها بشكل اسرع، وبتوفر عليها نفسها مسافات كتير مسافات ووجع وعلاجات قلب وكل حاجة. كل ما الام اتثقفت، يعني من اول حتى ما الام تبقى حامل على طول تقرا وتتثقف وتعرف ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش، لان نسبه الاعاقه في بقت كتيره جدا كتير جدا، كتير بقى في جدا كل جدا. بيت، ما فيش بيت ما بقاش فيه. انت عارفه المشكله في ايه يا استاذه فايزه؟ المشكله ان بعض الاطباء وبعض المتخصصين بيستغلوا الحته دي في ان ولي الامر ده او الاب والام بشكل عام. استغلال حاجه الناس في طفلهم، بالظبط. وده بصراحة بقى شيء زايد عن حده، ومفيش رقابة على كده. أنا نفسي مأذيني نفسيا، أنا نفسي تعرضت للاستغلال بشتى أنواعه، من دكاترة مخ وأعصاب، من دكاترة علاج وظيفي، علاج طبيعي، من كل شيء إلا من رحم ربي. يمكن دكتور اتنين تعاملت معاهم كويسين. طب يعني بمناسبة الكلام ده بتجربتك برضو، هل تنصحي ان احنا نستمر على العلاجات ولا التدريبات والمراكز بتبقى افيد في الحالات دي؟ في أطفال محتاجة علاج طبعا، وعلاج كله غالي جدا، ومعلش الدولة ما بتوفرش العلاجات الغالية دي. يعني أنا عندي أولياء أمور أهالي بتشتكي من تمن العلاج، حتى الصيدليات ما بتعملش تخفيض. طب يا جماعة، أنا عندي حالات كتيرة قوي محتاجة تخفيض فقط على العلاجات دي، يعني على العلاج اللي بيكتبه الدكتور ده، التخفيض. شركات الأدوية، انتوا فين من الأطفال دي؟ مش مركزي بس، لا، كل المراكز. يعني نعمل جولة كده على المراكز يا جماعة، فين الأطفال اللي محتاجة يتخفض سعر الأدوية بتاعتها؟ الأدوية دي مهمة جدا. بالنسبة للتدريب طبعا مهم، احنا بنتحرك في 3 جوانب: العلاج السلوكي والتدريب وعلاج دوائي. تمام، بيكملوا بعض. طب نرجع نروح بس للفيديو ونرجع تاني لكلامنا. تمام. اتفضل. حسين برافو. يلا اجيب الخرز من الميه. لا مش بايدك، بايدك لا. لا بايدك لا يا حسين. ها اهو نجيبه تاني. برافو عليك. يعني نجيبه نحطه هنا. برافو شاطر، برافو عليك يا سونا شاطر. يلا هاتي سونا. شاطر حسين، برافو. واحدة واحدة يا سونا.
يلا حسين كمل. برافو عليك. برافو. انت قمر وانت مركز كده. يلا شاطر يا حسين، هات كمان. واحدة واحدة يا حسين، واحدة واحدة يا حسين، شاطر. يلا هات كمان. لا بإيدك لا. رجعنا لكم بعد ما شفنا الفيديو لحسين طبعا والحالته وصلت لحد فين، وان شاء الله ربنا يشفه لك تمام باذن الله عن قريب. استاذه فيروز، خليني احب ان انا اسالك ايه اللي تحتاجيك، مش هقولك كمديره مركز، لا انا هقولك كأم، محتاجه ايه اللي يتوفر ومحتاجه من الناس اللي هي حابه تعمل عمل خيري او حابه تتبنى اطفال، ممكن تقولي لي على اللي جواكي. بالنسبة للأطفال المصريين، تفعيل يا جماعة الكارت الذكي اللي الرئيس ما شاء الله عمله لذوي الهمم، تفعيل الكارت ده علشان نقدر ناخد خدماتنا في الـ في الـ هو مش متفعل؟ لا مش متفعل، ما فيش تفعيل. حاولتي ان انت؟ اه طبعا. تمام. يعني اقرب الايام لسه من كام يوم مش متفعل بالمرة. تمام. بالنسبة للأطفال الأجانب اليمن والسوريا، أتمنى المنظمات تتحرك بشكل أسرع يعني في تقديم الخدمات لهم. تمام. أو تسهيلها، أو تسهيل الإجراءات. يا جماعة الأم اللي معاها طفل معاق دي بتفضل شايلاه ورايحة جاية مشاوير بيه، فده حرام يعني، نرحمهم شوية الرحمة يعني. تمام. حاجة تانية، الناس اللي حابة تتكفل بالحالات، طبعا انا متواجد عندي حالات، اللي انا هقدر اعمله ان انا هوصل اللي حابب يتكفل بالحالة بالاسرة. طيب احنا عارضين ارقام التليفونات على الشاشة، الاربع ارقام بعد اذنك طبعا. طيب سريعا كده يا استاذة فيروز، ايه اصعب الحالات اللي قابلتك لحد النهاردة، بس في يعني في مختصر حالة النهاردة؟ الحالة دي مش أبكتني أنا بس في المركز، ده يمكن ثلاث أو أربع أخصائيين. أولا هي طفلة جت وباباها عامل، يعني أنت مش قادرة تقولي له أي حاجة، مش عارفة تقولي، مش عارفة ترفضي الحالة، لأن الحالة محتاجة تدخل بأسرع ما يكون. اليوم أو الساعة بس في تأخير التدخل حالتها المبكر للحالة دي مأثر عليها جدا، ووضعه صعب جدا جدا جدا. دي حالة عمرها 3 سنوات، محتاجة كرسي علشان يحملوها الأهل، حتى في التنقل كرسي اللي هو كرسي إعاقة. تمام. ومحتاجة دعم أدوية، يعني الدكتور دكاترة دكتور مخ وأعصاب اللي متابعة معايا كاتب لها روشتة كبيرة جدا من الدواء مش قادرة تجيبه. طيب احنا بنتمنى ان من خلال حلقتنا النهاردة والحلقة اللي فاتت، وان شاء الله يعني على قد ما نقدر نتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة والجميع البرامج، يا ريت نلقي الضوء عليهم شوية. اتمنى ان يكون في اهل فيهم في قلبهم رحمة وخير وحابين يعملوا ده، يتواصلوا على ارقام التليفونات مع استاذه فيروز، وهي هتوصلكم بالاهالي، لان استاذه فيروز ما بتقبلش تبرعات يا جماعه، عشان ما حدش يتكلم ويقول هي بتقبل تبرعات، لا. والناس اللي حبت تساعدنا المره اللي فاتت وصلناهم الاهالي نفسها وعملوا معاهم ان شاء الله اللي في الخير. طبعا انا بشكرك يا استاذه فيروز على وجودك لتاني مره معانا، وان شاء الله نتكلم تاني باشكال اخرى عن الاطفال ان شاء الله. جزاك الله كل خير، وان شاء الله الايام الجايه تبقى احسن باذن الله، وسنه سعيده علينا كلنا، وربنا يجازيكي خير على اللي انت بتعمليه مع الاطفال اللي معاكي واللي ما بتقدريش مش عايزه تكسري قلب حد، عشان هو واجبنا. للاسف وقت حلقتي خلص، وبشكر جميع الفريق في قناة الصحة والجمال، وبشكركم جميعا مشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.